غادي نبداو بالكاب كيك مالح. بالنسبه للكاب كيك مالح غادي نحتاجو في المقادير جوج ديال البيضات، قبيصه ديال الملح، قبيصه ديال الابزار، شويه من الهريسه اولا الشونيه الحاره، نص كاس ديال الحليب سائل، أربعة المعالق كبار ديال دقيق الفورس، معلقه صغيره ديال خماره الحلوه، أربعة ديال الفرماجات يعني مربعين ولا مثلثين يكونوا مقطعين طريفات صغيورين، علبه ديال الطون بالزيت ديالها، زيتون خضر مقطع طريفات صغار، معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي. فهادو هما المقادير ديال الكاب كيك مالح. قلنا جوج ديال البيضات، قبيصه ديال الملح والابزار، شويه من الهريسه الحاره اولا الشونيه الحاره، نص كاس ديال الحليب سائل، اربعه ديال المعالق كبار ديال الدقيق الفورس، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، اربعه ديال الفرماجات مربعين ولا مثلثين مقطعين طريفات صغيورين، علبه ديال الطون بالزيت ديالها، شويه من الزيتون الخضر مقطع طريفات صغار، معلقه كبيره ديال ياغورت مسوس. فهادو هما المقادير. واول حاجه هو انه كناخذو دوك جوج بيضات كنطربوهم مزيان مع قبيصه ديال الملح والابزار وشويه ديال الهريسه اولا الشونيه الحاره. من بعد كنضيفو نص كاس ديال الحليب سائل وحنا كنخلطو، نضيفو ربعة المعالق كبار يعني نضيفو المعلقه كبيره ديال الياغورت مسوس وحنا كنخلطو، ومن بعد كنضيفو الطحين والخماره يكونوا مغربلين مزيان، وفي اخر مرحله كنزيدو داك الطون بالزيت ديالو، وكنضيفو كذلك الزيتون مقطع طريفات صغيورين داك الخضر، وكنبقاو غاديين حتى كنكملو المقادير. فكيف قلنا بالنسبه للمقادير فيهم جوج بيضات والملح والابزار وشويه الهريسه اولا الشونيه الحاره ونص كاس ديال الحليب سائل وربعه المعالق كبار ديال الطحين فورس، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الحمراء، ربعه ديال الفرماجات مقطعين طريفات صغيورين مربعين ولا مثلثين، وعلبه ديال الطون بالزيت ديالها، والزيتون الخضر مقطع طريفات صغيورين، ومعلقه كبيره ديال ياغورت مسوس. فقلنا كنطربوا البيض مع الملح والابزار والهريسه اولا الشونيه الحاره، من بعد كنضيفوا الحليب سائل وكنضيفوا الياغورت مسوس وكنخلطوا، كنضيفوا الطحين والخمارات مغربلين مزيان، وكنزيدوا كذلك الطون بالزيت ديالو، وكنكملوا الفرماج وباقي المقادير وحتى كنكملوا كنخلطوا مزيان. ومن بعد بالنسبه للطون ممكن على انه نقدموا الاقتراح اللي بغيتو، يعني الاضافات ممكن تزيدوا الاضافات اللي بغيتو، فممكن على انه تزيدوا لي زيبينار سبانخ مفورين ومقطعين طريفات صغيورين، ممكن انكم اولا مطحونين يعني كيعطيو داك اللون خضر كيجيو زوينين، يعني سبانخ لي زيبينار نخليوهم ونحاولوا اننا نفوروهم مزيان ونطحنوهم. وكذلك ممكن اننا نزيدو الطريفات ديال الدجاج اولا طريفات ديال الهبره ديال الحوت اولا كروفيت قمرون، كيبقى الاختيار ديالكم. ومباشره كنحصلوا على عجين ديال الكاب كيك اللي هو مالح، كيجيو زوينين، ممكن ديروهم في المول الطويل اولا في الدائري، ممكن انكم ديروهم في القوالب الفرديه خاصه هذوك ديال السيليكون اولا القوالب الفرديه كيجيو مزيانين، وكندخلوهم الفران حتى كيطيبوا كيتحمروا. ملي كنخرجوهم ممكن انو ناخذوا في التزيين ملي نقلبوا هذوك لي كاب كيك نزينوا الوجه ديالهم من الفوق، اما نديروا شويه ديال الفرماج اولا شويه ديال الجبن نسموه بالنكهه اللي بغينا، نمعكوه مزيان ونخرجوه في الجيب الحلواني ونديروه هكا على شكل وريضه، وكل وريضه نثبتوا فيها شويه ديال الزيتون اولا طريف ديال الفرماج او نرشوا بشويه ديال السيبولات. هذا اقتراح كيجي زوين لكاب كيك مالحين.